بهذه اللحظة لم نتلقى أي جواب رسمي بإعادة رواتبنا، ولا لم نتلقى أي حل ولا أي جواب شافي بهذا الخصوص. طب هناك حديث يدور حول أن رواتب الأسرى والأسرى المحررين في الضفة ستعود مع استمرار قطعها في غزة، هل يمكن أن تقبلوا بهذا الحل أم لا؟ نحن موقفنا مع وحدة التراب الفلسطيني ومع جغرافيته الموحدة وديمغرافيته، فلا فرق بين الضفة وغزة ولا فرق بين أسير وأسير، فكلنا أبناء هذا الوطن، قدمنا وضحينا على حد سواء، والأصل المساواة والعدالة في هذا الشأن. سترفضون؟ نحن موقفنا واضح مع مطالبة بإعطاء الرواتب للجميع لمن قطعت رواتبهم، سواء كانوا في غزة أو في الضفة أو في الشتات، ممن أبعدوا من الأسرى الفلسطينيين. منذ بداية الأزمة كهيئة مستقلة احنا خاطبنا وزارة المالية للوقوف على حقيقة القرار، للأسف وزارة المالية لم تعطي معلومات حول بالضبط ما هو العدد وسبب قطع الرواتب، ولم يتم إبراز أي قرار رسمي بقطع الرواتب. هذا الموضوع يعقد أيضا موضوع المتابعة القضائية واللجوء إلى المحكمة، لأنه لا يوجد قرار مكتوب حتى الآن نقرأه. أيضا توجهنا بخطاب إلى رئيس الوزراء وإلى سيادة الرئيس، إلى مدير المخابرات، إلى بعض الكتل البرلمانية، إلى هيئة شؤون الأسرة. هيئة شؤون الأسرة قالت إنه هذا قرار جاء من يعني جهات عليا سياسية وليس من الهيئة، وتقريبا موقفنا وموقف هيئة شؤون الأسرة وموقف كل المؤسسات الحقوقية بأنه هذا حق لهم بموجب القانون الفلسطيني، ولا يجوز أن هذا الحق يتم يعني إخضاعه لأي مساومات سياسية. هل هناك أي ردود حتى هذه اللحظة؟ يعني الآن يبدو أنه في توجه إيجابي لحل المشكلة، لكن على أرض الواقع حتى هذه اللحظة لم يعني يتغير شيء، لكن نأمل في الأيام القادمة على الأقل ما أشيع بالإعلام، نأمل أن يتم إيجاد حل لهذا الموضوع، لأنه استمرار الأزمة بهذا الشكل حقيقة هو موضوع يعني يسيء يعني نضالنا، وهؤلاء يعني ناس ضحوا من أجل قضية فلسطينية ودفعوا ثمن كبير في الأسر، وبالتالي يجب أن يلقوا كل تكريم، خصوصا أن القانون الفلسطيني أعطاهم هذا الحق، ويعني لا يوجد منا لأحد عليهم، هذا حق لهم بالقانون الفلسطيني. في حال استمر قطع الرواتب، هل هناك خطوات تصعيدية أخرى ممكن أن تتخذها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أم لا؟ إحنا بندرس موضوع اللجوء إلى القضاء في حال استمرار قطع الرواتب، وبدأنا يعني أخذ وكالات من الأسرى أو عائلاتهم موجودين في خارج الأسر، وهذا أحد الخيارات، لكن نأمل أن يتم حل المشكلة قبل ذلك. جايين نشوف الحالة الصحية للمضربين عن الطعام لليوم السادس على التوالي. كيف شفت حالتهم الصحية؟ يعني خلال 6 أيام أنا ملاحظ أنه بلشت الوضع الصحي يسوء عندهم من ناحية السكري والضغط نتيجة نقص السوائل والتغذية. هلأ هم ماشيين على سوائل والوضع الصحي تقريبا مستقر، بس لما انه يستمروا بالاضراب واحتمال يبلشوا مع المي والملح راح تسوء وضعهم الصحي اكثر من هيك. ايش توصيتك كطبيب؟ ايش بتحكي؟ يعني بتمنى انه المشكله هاي تنحل باسرع وقت حفاظا على صحه هؤلاء المضربين عن الطعام.